فيروز وكل جماهير النادي الاهلي لقطه المشجع اللي كان موجود في مباراه منتخبنا الوطني امام الكونغو، والفيفا عندما ابرزت هذه الصوره وطلبت تسجيلها او توثيقها داخل متحف الاتحاد الدولي لانها تعبر عن حدث تاريخي لاهميه دور واهميه ودور كره القدم على مستوى العالم. محمود عبد العظيم المشجع المصري الذي حضر في هذه المباراه وهو بالمناسبه اهلاوي. محمود برحب بيك، انت عملت حاله في مش هقول لك في مصر، انت عملت حاله على مستوى العالم لدرجه ان الفيفا اتحدث عن هذه الصوره. احساسك وانك حرصت كمان تكون موجود النهارده عشان تحقق وجهه نظرك وتلبي طموحاتك انك كمان تتصور مع لعيبه النادي الاهلي. اولا انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ محمد، وبشكر قناه الاهلي، وبشكر مجلس اداره النادي الاهلي انه سمح لي بالفرصه دي، ان هو من خلال النادي الاهلي ان اتكرم مع لعيبه المنتخب وكده. عايز اقول بس ان انا مش بس اهلاوي، انا مجنون بالنادي الاهلي، وراه في كل ماتش، وراه في كل ملعب، وطلبت من اتحاد الكوره الرسمي ان انا احضر كل مباريات النادي الاهلي اللي جايه في الدوري باذن الله ان شاء الله. شعورك ايه لما الاتحاد الدولي وثق هذه الصوره، وكيف تفاعلت مع هذه الصوره في الاستاد في الفرحه الجنونيه اللي كانت موجوده لدى كل الشعب المصري؟ اولا احساس جميل قوي، بس الاهم من الاحساس الجميل ان دي هتبقى طاقه ايجابيه لكل جزء والاحتياجات الخاصه اللي عندهم طاقات وعايزين يفرغوها، دي هتبقى ليهم طاقه ايجابيه ان ازاي انا من ذوي الاحتياجات الخاصه لا انا اقدر اعمل اي حاجه مستحيله، لان ما فيش حاجه مستحيله مع ذوي الاحتياجات الخاصه. بالتوفيق ويا رب دايما كده مع الاهلي في كل المحطات والمنتخب كمان. اصبح ربنا يخليك. شكرا. اذا ده كان لقاءنا مع محمود عبد العظيم، طبعا المشجع الاهلاوي واللي حضر مباراه المنتخب، لكن بالتوفيق يا رب ان شاء الله لفريق النادي الاهلي في مباراه الاتحاد السكندري، مباراه هامه جدا واستئناف المشوار بعد الاطمئنان على الدوليين، وباذن الله المباريات القادمه بالتاكيد الجهاز الفني سيفكر ما بين الاستعداد المحلي وحصد الثلاث نقاط والاستعداد لمباراه النجم الساحلي. هذا كل ما لدينا هنا من ملعب مختار التتش بالجزيره، اليك الكلمه من جديد فيروز.